قصتنا اليوم: من هي المرأة وكيف اختفى الطفل؟ هذا ما سنعرفه في هذه الحلقة. في أحد الأيام انتقلت عائلة جاكي إلى منزلها الجديد، وكان زوجة جاكي لا تنجب أطفالا، وكانوا سعيدين في منزلهم الجديد. وفي أحد الأيام دق الباب، وفتحت زوجة جاكي الباب، وكانت امرأة كبيرة في السن تحمل طفلا صغيرا، وقالت إني ذاهبة إلى التسوق، هل لك أن تبقي الطفل عندك حتى عودتي؟ قال زوجة جاكي: أين تسكنون؟ قالت المرأة: في الحي المجاور. قبل زوجة جاكي وأخذت الطفل. مرت 8 ساعات ولم تأتي المرأة. قلقت زوجة جاكي لعدم رجوع المرأة ليأخذ ابنها. أخبرت جاكي ليذهب ويبحث عن المرأة في الحي المجاور. عندما وصل إلى الحي سأل عن المرأة والطفل ولم يعرفهم أحدا، وقالوا ليس في هذا الحي امرأة كبيرة مع طفل صغير. فعاد إلى البيت، وفي اليوم التالي فقد زوجة جاكي ولم ترى الطفل. بحثت عنه في كل أنحاء المنزل وأخبرت جاكي، وقال لا أعرف شيئا عنه ولم يأتي أحد إلى المنزل. بعد بضعة أيام عاد جاكي إلى البيت وشاهد رجال الشرطة يقتربون من منزله، ولقد استجوبوه بخصوص المرأة والطفل وألقوا القبض عليه، وبدأت الشرطة بالتحقيقات. استدعوا زوجة جاكي وبدأوا بالتحقيق معها، وأخبرتهم كيف اختفى الطفل والمرأة المسنة. وقال ضابط: أنت آخر شخص التقى بالمرأة وكان عمرها ما يقارب 26. صدمت زوجة جاكي وقالت: كانت المرأة مسنة، أنتم مخطئون بالتأكيد. وجه ضابط تهمة الجريمة العمد. انهار زوجة جاكي ولم تستوعب ما يجري. بعد انتهاء التحقيقات وفتح كاميرات المراقبة وشهود العيان، اتضح أن جاكي من قتل تلك المرأة وأخفى ابنها عند صديقه، وكانت تلك المرأة زوجته بالسر، والطفل كان ابنه. المرأة الذي أعطى طفلها لزوجة جاكي وكانت متنكرة بشعر أبيض، وهذا ما استفز جاكي وخاف أن يفضح أمره، وقتل زوجته وأخفى طفله لكي لا تعرف زوجته الأولى الذي لم تنجب أطفالا. وتم إلقاء القبض على جاكي بسبب وحشيته الذي قام بها، واحتضن زوجة جاكي طفل زوجها وربته، وبقي جاكي خلف القضبان طوال عمره. إلى هنا انتهت الحلقة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد على قناة Art of War.